يا الله، لو لك نسيت تشغلهم على اللهم صل ممثلي على محمد الغربات. وآل محمد. نبدي اخويا فشلي. يلا يلا السلام خش عليكم. السلام اعطيه مجال. عليكم. السلام ورحمة الله. يعني محمد صالح الغالب ممثل الدروب الثالث. وين هو؟ أهلا وسهلا بك. دكتور صوتك واضح في الشي، وإن شاء الله صوتي نبلش واضح يعني. هالشي. إن شاء الله. شكرا صوتك جزيلا وين لك. راح؟ شنو؟ العافية. مدري انا شنو؟ شنو الخبصة؟ شنو الخبصة؟ ويا الرعيد؟ طرموني طرموني. المايكات وعيدها تغلق. يا آيات الله اللهم عباس، صل على محمد محمد وآل ميثم، أحمد محمد. محمد، حسين قلت يا ياسين، الله ولك أهلا محمود بيها حال إن شاء فاضل، الله. علاء، عماد، كريم. أريد المايكات تغلق. جاو غير سالن. لا افتح. فجأة بدأ الرعيد. الطالبات والطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم نبتدئ السلام. على بركة الله المحاضرة، أعتقد الثانية أو الثالثة في مادة الديمقراطية وحقوق الإنسان. لك هاي الثالثة. اي شو وين كنت في الثانية؟ انا هم ما ادري وين. الثانية بلي، بس ثالث لقاء وياكم. ثالث لقاء بلي، الثانية هاي الثانية. كرار كرار حيدر المحاضرة حافظها. الثانية، لكنه اللقاء الثالث الأولى لكم. هم ما أدري وين. شوفوا كرار. خلي أحاول على الديسكورد شوي. عادة ولك ما يقسم العلماء أنت شنو خمول العلوم جاي إلى تطلع صوتها صنفين. بتدري؟ ولك جاي يسولف علوم، وين بالتسجيل؟ شنو أكثر من نص جروب داخلي؟ من زين ما صرختك. داخلي؟ فالالتزام بالوقت جدا مهم، مثل ما أنا جاي ألتزم وياكم بالوقت. ها اخوي عادة حولت. أي ها أعدادكم؟ أعدادنا 200 وشوية. أي صحيح الجروبين، بس إحنا قلنا أكو التزام بالوقت. The المفروض recording has الكل started. يلتزم بالوقت بما فيهم الأستاذ المحاضرة. خلينا نحترم الوقت شوية ونحترم أنفسنا. عادة ما يقسم العلماء العلوم إلى قسمين، علوم طبيعية والعلوم الإنسانية. العلوم الطبيعية هي اللي تهتم بدراسة ظواهر الطبيعة، مثل علوم الفيزياء والفلك والأحياء وعلوم الكيمياء والطب والرياضيات. العلوم الإنسانية هي اللي تهتم بدراسة الظواهر الإنسانية، يعني كل ما يتعلق بإنتاج الإنسان، بسلوك الإنسان، مثل علم النفس، علم السياسة، علم الاجتماع، علم الاقتصاد وإلى آخره. من نجي أكو مشكلة تصادف العلوم الإنسانية لكنها غير موجودة في العلوم الطبيعية، هي مشكلة المنهج. العلوم الطبيعية تعتمد دائما المنهج التجريبي. المنهج التجريبي اللي من أهم أساسياته هو إعادة التجربة مختبريا. لذلك بالعلوم الطبيعية ما عندهم مشكلة في دراسة الظواهر. أي ظاهرة موجودة بالطبيعة يمكن أن تكرر نفسها مرة أخرى في الطبيعة، مثل ظاهرة الخسوف أو الكسوف، أو يمكن إعادة تكرارها مختبريا. فما عندهم مشكلة من يعيدون تكرار الظاهرة مختبريا، أو الظاهرة تعيد نفسها، يقدرون يقيسوها من خلال المنهج التجريبي. صوت ماكو. اكو صوت. جيد، اللي يقولون ماكو صوت عندهم مشكلة بالإنترنت. جيد، نستمر. لكن بالعلوم الإنسانية مشكلة المناهج مشكلة لازمت هذه العلوم. لذلك نلقى العلوم الاجتماعية لها مناهج خاصة، علوم السياسة لها مناهج خاصة، علم النفس لها مناهج خاصة. لكن حتى يوحدون هذه المناهج في منهج واحد، ظهر في خمسينيات القرن الماضي مجموعة من العلماء جابوا لنا منهج اسمه المنهج البنيوي. هذول العلماء طبعا في مجالات مختلفة،
فاهم. في مجالات مختلفة. دي سوسير في اللغة، لوي التوسير في مجال الفلسفة الماركسية، جاك لاكان في التحليل النفسي، ميشيل فوجو في الفلسفة، رولان بارت في مجال الأدب، وكلود ليفي شتراوس المؤسس الرئيسي للمنهج البنيوي في مجال علم الأنثروبولوجيا. هذول ايش قالوا؟ قالوا كل الظواهر الإنسانية المتشابهة، مثل ظاهرة الانتحار، مثل ظاهرة الطلاق، ظاهرة الزواج، ظاهرة التجمعات السكانية، ظاهرة الديمقراطية، ظاهرة أي نظام من أنظمة الحكم، ظاهرة الانتخابات، كل هذه الظواهر يمكن دراستها من خلال اكتشاف البنية الأساسية الكامنة وراءها. شلون؟ مثلا الرسالة، رسالة، أي رسالة، أي نوع من أنواع الرسالة، سواء كانت رسالة شفوية أو رسالة مقروءة أو رسالة رمزية، مثل إشارات المرور، هاي تعتبر رسالة رمزية، مثل شخص يلبس في يوم من الأيام بدلة سوداء، الآخرين يشوفوه يعتقدون على أنه هو عنده فد حادث معين أو أحد أقاربه متوفي، هذه رسالة رمزية. يقولون أي نوع من أنواع الرسائل، هذني الرسائل مع اختلافاتها تحكمها بنية خاصة تحكمها. هذه البنية مثلا في الرسالة نجي نقول لازم أكو عنصر أساسي اللي هو المرسل، بعد لازم أكو عنصر أساسي اللي هو الرسالة، ولازم أكو عنصر أساسي اللي هو المتلقي للرسالة. إذا أي عنصر من هذه العناصر انفقد، غير موجود في هذه الظاهرة، إذا هذه الظاهرة لا يمكن أن يشار على أنها تنتمي إلى صنف الرسائل. الديمقراطية بوصفها ظاهرة إنسانية، أيضا هنالك بنية أساسية تحكمها، بنية أساسية تكمن في إظهارها على مدى التاريخ. اليوم راح نتعرف على العناصر الأساسية لهذه البنية ومدى العلاقات التي ترتبط بها. بعد هذه البنية لابد وأن ترتكز إلى مجموعة مبادئ أو مجموعة مرتكزات أساسية تمكنها من الظهور أو تمكنها من استمرارية ظهورها على مدى الزمان. اليوم راح نتعرف على العناصر الأساسية لبنية الديمقراطية ومرتكزاتها. أول عنصر من العناصر الأساسية للديمقراطية هو الشعب أو المواطنون. الشعب من هم؟ شنو المقصود بهم؟ المقصود بالشعب أي مجموعة تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الاجتماعي. هنا اللي مقصود بالقرار السياسي هو المشاركة في العملية السياسية، المشاركة في الانتخابات، المشاركة في نقد الحكومة، المشاركة في عزل الحكومة مثل ما صنفناه، المشاركة في استبدال الحكومة. ذول اللي يشاركون بهاي المجالات هم المجموعة اللي تصنع القرار السياسي، وبالتالي هم أفراد الشعب، هم أحد عناصر البنية الأساسية للديمقراطية. بالمجتمعات المعاصرة حددوا لنا ذول الشعب، حددوا لنا هاي المجموعة، قالوا هم البالغون من أفراد الشعب فقط، سواء من النساء أو الرجال. لكن لما نرجع لليونان نلقى أفراد الشعب يختلفون هنا، مو بس البالغون، البالغون من الرجال فقط مثل ما قلنا، واللي ينتمون إلى أثينا فقط، نستبعد الأطفال، نستبعد النساء، نستبعد العبيد، نستبعد كل مواطن لا ينتمي إلى أثينا. لكن اليوم بالديمقراطيات المعاصرة قالوا الشعب، المجموعة اللي تصنع القرار السياسي، هم البالغون فقط، يعني من 18 سنة فما فوق. العنصر الثاني من عناصر الديمقراطية هو الأرض. هنا الأرض المقصود بها الوطن، يعني وجود أرض يعيش عليها الشعب وتطبق عليها القرارات. جيد، هسه احنا عرفنا العنصر الأول هو الشعب، وعرفناهم هم البالغون من أفراد الشعب. هنا نجي العنصر الثاني هو الأرض،
يعني معقولة أكو أرض ما بها شعب، أو معقولة أكو شعب ما يسكن أرض من الأراضي؟ أكو هتشي قضية. لذلك شوف، الأرض قالوا والشعب لابد أن يكونان متزامنين. السؤال اللي يوجه لحضرتكم، شنو المقصود بمتزامنين؟ دقيقة، لا أحد يجاوب من يمه، لا أحد يجاوب من يمه. دقيقة، سدوا مايكاتكم. سدوا مايكاتكم. سديتوا مايكاتكم؟ جيد. على عماد، ها بالمناسبة قبل لا تجاوبون على التساؤل، أنا قلت لكم وهسه ما راح أقول لكم، وبعد ما أقول لكم قلت لكم تدخلون للبرنامج باسمكم الصريح حتى أعرف من اللي يتحدث وياي، حتى أعرف بالشات من اللي يجي ينطيني إجابة حتى أسجله. لا تدخلون بأسماء باللغة الإنجليزية، لا تدخلون بأسماء وهمية، تدخلون باسمكم الثلاثي واللقب، لأنه أكو أسماء بالاسم الأول والثاني والثالث استاذ جيت الشابه الحضور اللي ادز لكم رابط وتسجلون بيه، جاي اقارن بين الرابط وبين الاسماء اللي تجيني بالبرنامج. لذلك اريد الدخول للبرنامج عن طريق الاسم الثلاثي واللقب باللغه العربيه اللي سجلت بيه بالكليه. هاي صار كم مره ذكرتكم وكم مره قلت لكم وبعد ما قلت لكم. من هنا عندنا اني اجاوب دكتور علاء، علاء علاء عماد، علاء عماد. سلام دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. آلاء عماد. آلاء عماد شنو؟ آلاء عماد كريم. تفضلي. دكتور يعني الاثنين يتواجدون سويا بنفس الوقت، يعني واحد يكمل الثاني، بوجود الشعب يكون بالأرض وبوجود الأرض يكون شعب، يعني ما يصير الثاني إذا فقد الأول. زين، هو أكو شعب بدون أرض؟ لا شلون يعني؟ مو ليش يقولوا لنا لازم يكونوا متلازمين؟ اكو مو بارض الوطن مالتهم، بس هم هم على الارض. سؤالي هسه انت احسنتي وضحتي لي انه هذول لازم يكونون اثنيناتهم متواجدين، شعب لازم اكو ويا ارض، ارض لازم اكو ويا شعب. بس سؤالي هسه يعني انت معقوله اكو ارض بدون شعب، اكو شعب يعيش بدون ارض؟ هي اكو اكيد يعني اكو. أنا شكرا جزيلا لك، خل اسمع زملائك. احسنت الاجابه، بس خل اسمع زملائك. حسين شفات الفرطوسي تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. الارض بدون شعب، اكو ارض بدون شعب اللي هي الارض مثلا المحتله، فهاي الارض مو لهذا الشعب. لمن تابع؟ يعني صير للي اخذوه من عندهم، اللي مو احتلوا فهذول اللي مستعبدين هي لهم هاي الارض. يعني هسه يعني اذا جت فلسطين، هسه فلسطين، هسه حاليا فلسطين هم محتلين من قبل اليهود، وبالتالي ما يقدرون ياسسون عمليه ديمقراطيه. اي نعم، يعني بالضبط، يعني فلسطين لا يقدرون يسوون ديمقراطيه ولا اليهود يسوون ديمقراطيه، حتى ان سووا ديمقراطيه فما تعتبر ديمقراطيه. اثنيناتهم ما يقدرون يسوون ديمقراطيه. حسين شفاف شكرا جزيلا لك، خلي اسمع زملائك وبعدين نشوف الاجابه. حياك الله. نبأ سالم تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. نبأ كل شيء ما جاي، كل شيء ما جاي افتهم من عندك، لانه الصوت جدا مو واضح. هسه واضح؟ هسه واضح، احسنتي. انا رايي عكس الطالب السابق، انه اليهود ما يقدروا ياسسون نظام ديمقراطي لان هاي الارض ما تنتمي لهم، بينما السكان الفلسطينيين الحقيقيين يقدرون ياسسون لان الارض ارضهم وهم الشعب الحقيقي لهاي الارض. ها
هم الشعب الحقيقي لهذه الأرض. يعني هسه أنت عندك اليهود ما يقدرون يأسسون، بس سكان فلسطين يقدرون يأسسون. نعم بالضبط. شكرا جزيلا لك. دكتور زيد عبد العظيم تفضل. دكتور بلي، هي الأرض موجودة، يعني كل أرض لازم بيها شعب، لكن الحكومة الديمقراطية اللي تحكمنا ما طالعة من الشعب، طالعة من مستعمر، فهذا المستعمر ما راح يسوي الأمور اللي تخدم الشعب، بالعكس يعني حيأذيهم، فلهذا يقصد بها ما متزامنة احنا. زين، يعني هسه الحكومة اللي موجودة بفلسطين وهي حكومة ديمقراطية، لأنه هم يجرون انتخابات وعملية ديمقراطية، هذه مو نابعة من الشعب، نابعة من المستعمر، المستعمر اللي وضعها. ما اعرف دكتور اذا هي هنا ديمقراطية او لا، بس كانما يعني المستعمر تدخل بيها، يعني صح المستعمر تدخل بيها، اي لا اسمه هم يتحكمون بها عن طريق مصالح او شيء راح تصير لهم. زيد عبد العظيم شكرا لك عزيزي. محمد مشتاق طالب تفضل. دكتور معناته انه اذا ارض معينه تكون الشعب معين قوانين حسب يعني الشعب من يقبلهن. انت محمد مشتاق طالب؟ نعم دكتور. انت عيساوي؟ نعم دكتور. حياك الله. حياك الله. تفضل كمل لي. اي يعني هي صحيح يمكن شعب يعيش على الأرض، بس إذا ما يضع قوانين تحكمه هاي الأرض يعني مو إلا صيغة، يعني هيك بس يعيشون عليها، بس لازم علما قوانين علما هي على هاي الأرض القاعدين بها، الشعب اللي يعيش بها يضع بها قوانين وقرارات، بذلك تكون مشتركة أرض وشعب. اي احنا هسه نقول شنو معنى متلازمه؟ ليش دائما يقولون متلازمين؟ يعني معقول اكو شعب بدون ارض او ارض بدون شعب؟ لا سؤال ما يصير. هسه نشوف ما يصير لو ما يصير، خلينا نسمع زملائك. شكرا جزيلا لك عزيزي محمد. منتهى. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. منتهى شنو؟ منتهى بلازم. تفضلي دكتور. بخصوص قبل شوية قالوا انه الفلسطينيين يصيرون يعني يصير يسوون حكومة ديمقراطية بس اليهود لا، بالحقيقة انه هي فلسطين هي مستعمرة، يعني هم اصلا سكان الفلسطينيين اغلبهم تغربوا واضطهدوهم وهسه يعني مستضعفين وقلة، يعني كلش قلة موجودين في فلسطين، فهسه الاكثرية يعني هم يهود فلسطين واصلا اخذوا دولة لهم وسووا نظام ديمقراطية لهم، بس يعني اللي بس اليهود من حقهم انه يعني يصوتون او يرشحون بهذا النظام يعني. ف بس يعني هاي الارض يعني هسه الارض مو للفلسطينيين، هي كيعني كارض هي ملكهم بالاساس، بس هسه يعني خلال سنين طويله هم اصلا انطردوا من هاي الارض وما عندهم لا حل ولا قوه عليها، بس يعني صارت كلها كترشيح وكنظام كلها لليهود بصراحه. يعني عزيزتي منتهى شكرا جزيلا لك. أريد أسمع فاطمة فيصل غازي، أريد أسمعها. سلام. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أنا فاطمة فيصل غازي من الجروب الرابع. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا تفضلي. أهلا وسهلا كيف حالك؟ أكو صدى بالمايك. شنو السبب؟ لسه واضح؟ بلي تفضلي. بلي تفضلي. دكتور هو اصلا فلسطين لما اجوها اليهود هي صارت بعد دوله مستعمره، يعني هي فرضت على الشعب انه فرضت قرارات، يعني هو بالاصل الارض لهم يعني انتمائهم مكانهم يعني، بس اليهود يعني هي بعد دوله مستعمره اجت استعمرت فلسطين، يعني هذا جواب انه سالت انه الارض لهم لو مو لهم، هو اكيد لهم يعني هو احنا هسه فلسطين جابوها زملائي كمثال فعلا مثل ما يقول مرتضى او شنو دخل اليهود هسه احنا عندنا نقول ليش الشعب والارض ذولا لازم يكونوا لازم صدى
يعني هو دكتور ما يصير شعب اكو صدى بدون بالصوت، مكان، صدى بالصوت عندك فاطمة ما عزيز. يصير. فاطمة عزيز شكرا جزيلا لك. فعلا مثل ما قالوا زملائكم اللي فاتحين مايكات، فاطمه، فيصل غازي، نرجس عامر، سدوا مايكاتكم حتى نكمل. فاطمه، فيصل غازي، ونرجس، سدوا مايكاتكم. مثل ما قالوا زملائكم انه الارض والشعب لازم يكونون متلازمين، اذا تلازموا الارض والشعب راح يطلعون دولة الشعب. الدولة اللي تخص الشعب اللي يسكن على الارض. اما في حال عدم التلازم بين الارض والشعب مثل في حال وجود المستعمرات فان الدولة هي ليست دولة الشعب وانما ستكون دولة المحتل. المحتل هو اللي يوضع بها القرارات، المحتل هو اللي يتحكم بالعملية السياسية، المحتل هو اللي يوضع القوانين، هو اللي يوضع الدستور. لذلك الدولة هنا ما راح تكون دولة الشعب وإنما الصوت واضح. جيد، وضحت الفكرة. هسه شنو المقصود بدولة الشعب وشلون يكونون الأرض والشعب متلازمين؟ جيد، نجي للعنصر الثالث من العناصر الأساسية للديمقراطية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. العفو دكتور، بس اذا ممكن تفيد التوضيح مال انه متلازمين لانه النت شويه فصل. اعيد التوضيح. جيد، هسه الصوت واضح؟ نعم نعم دكتور. جيد، الارض والشعب يقولون لازم يكونون متلازمين. في حال تلازم الارض والشعب يعني ذولا متلازمين شنو؟ يسيران باتجاه واحد في خط زمني واحد لا ينفصلان، ما يصير بيناتهم انفصال. اذا تلازموا الارض والشعب راح يكونون دولة الشعب، الدولة الخاصة بالشعب، الارض الخاصة بالشعب، الدولة التي يحكمها الشعب، الدولة التي يحكمها الشعب عن طريق القرارات الصادرة عن الشعب، عن طريق الدستور الصادر عن الشعب، البرلمان الصادر عن الشعب. في حال عدم تلازم الدولة الأرض والشعب مثل في حال وجود المستعمرات راح تكون القرارات الصادرة عن المستعمر، الانتخابات اللي موجودة يتحكم بها المستعمر، الدستور يكتب عن طريق المستعمر. لذلك ما راح تكون الدولة هنا دولة الشعب، راح تكون دولة المستعمر، وبالتالي الأرض انفصل عن الشعب، الشعب في وادي والأرض في واد آخر. الفكرة وضحت؟ نعم شكرا. جيد، نجي للعنصر الثالث من العناصر الأساسية للديمقراطية، هو آليات النظام الديمقراطي. آليات النظام الديمقراطي يعني وجود إجراء خاص باتخاذ القرارات. يعني إحنا شلون نعرف رأي الشعب؟ شلون نتخذ قرارات بناء على توجيهات الشعب؟ لابد وأن توجد آليات لمعرفة هذا الرأي والاتخاذ القرارات. هذه الآليات هي عبارة عن، تسمى بالإجراءات، هي عبارة عن صنفين أو شكلين أو نوعين، هما الاستفتاء
والانتخاب، وبعدين ان شاء الله نجي نعرف شنو الاستفتاء ونعرف شنو الانتخاب. اذا هسه وصلنا اكو ارض، اكو شعب يعيش على الارض، هذه الارض حكم خاصه بالشعب، يحكمها الشعب بدون اي واسطه، بدون اي شخص متحكم اخر، بدون اي دوله اخرى متحكمه، عرفناه ذني. وبعدين اكو اجراء، اكو اليات لبناء النظام الديمقراطي لاتخاذ القرارات، عرفناها، هي يا اما استفتاء يا اما انتخاب. بعد ايش عندنا؟ نجي للعنصر الرابع من عناصر الديمقراطيه اللي هو فاعليه الاجراء. هسه احنا عندنا استفتاء، راح نسوي استفتاء وراح نسوي او انتخاب، لابد وان يكون هذا الاجراء اللي سميناه استفتاء او انتخاب يكون فعال، بمعنى يمكن بواسطته على الاقل تغيير الحكومه في حال وجود تأييد كاف لذلك. هنا اكو فد مشكله، انه ماكو انتخابات ما تغير حكومه، صحيح انتخابات اغلب الدول هي تغير حكومه، لكن اللي يتحكم بهذه الحكومه هم نفسهم. فالانتخابات المعدة نتائجها سلفين ما تعبر عن رأي الشعب. الانتخابات اللي تعيد لنا نفس النظام السياسي ما تعبر عن الشعب. الانتخابات اللي تصعد لنا نفس التيارات والأحزاب السياسية بشكل دوري ومتكرر ما تعبر عن الشعب. لذلك الإجراء هنا اللي يجيب لنا نفس الأوجه، اللي يجيب لنا نفس التيارات، اللي يجيب لنا نفس النظام السياسي، هو إجراء غير فعال. الإجراء الفعال هو الإجراء اللي يجيب لنا نظام سياسي، أحزاب سياسية، أوجه سياسية جديدة. يعني معقولة على مدى 20 سنة في أحد الأنظمة الديمقراطية وذول الأجيال الجدة جيجون ينتخبون نفس الشخص الفلاني هو ينعاد بكل دورة انتخابية، أو نفس الحزب السياسي هو اللي يسيطر على العملية السياسية أو على رئاسة الوزراء، أو نفس الحزب السياسي أو نفس الطائفة المعينة هي اللي تسيطر على البرلمان، أو نفس القومية المعينة هي اللي تسيطر على رئاسة الجمهورية. وبالتالي نجي نقول، مو إحنا يعني، هم يقولون إحنا عندنا انتخابات وعندنا ديمقراطية وعندنا إجراء فعال. لا، هنا الإجراء يقولون غير فعال. الإجراء الفعال هو اللي يغير لنا الحكومة. مرة منا من هذا الحزب السياسي يصعدون بصفتهم أغلبية يأخذون رئاسة الجمهورية أو رئاسة البرلمان أو رئاسة مجلس الوزراء، مرة بالدورة الثانية الحزب السياسي الآخر أو الطائفة الأخرى أو القومية الأخرى، ولا في بعض الدول مسيطرة القضية مثل لبنان، مسيطرة، رئيس الجمهورية من طائفة، رئيس الوزراء من طائفة، رئيس مجلس النواب أو البرلمان من طائفة، وهاي ثابتة القضية، هذا النظام السياسي ثابت. الإجراء هنا فلا لا لا يعبر عن فاعلية، غير فعال أبدا. الإجراء الفعال هو اللي يمكن من خلاله تغيير الحكومة على الأقل. هذا العنصر الرابع. نجي للعنصر الخامس اللي هو مو بس أن يكون الإجراء فعال، لابد أن يكتسب الشرعية السياسية. شنو الشرعية السياسية؟ هي استعداد لتقبل قرارات الدولة وحكومتها ومحاكمها رغم إمكانية تعارضها مع الميول والمصالح الشخصية. استعداد لتقبل قرارات الدولة وحكومتها. منو اللي يكون مستعد لتقبل قرارات الدولة وحكومتها؟ منو؟ موسى هاشم تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام دكتور. مثل ما تفضلت وقلت، بين كل حكومة من نختارها لازم بيها تغيير. هنا الشعب من يخلي حكومة هو يوضحها لازم يقبل كل القرارات،
يعني مثلا من يخلي حكومة هو مختارها وبعدين تطلع قراراته مو لصالح الشعب، لازم يتقبلها لأن هو يعني اللي جابه وخلاها. هسا اللي يتقبل هو الشعب. نعم، لأن هم اللي جابوا مثل ما قالوا كل زملائك. شوف هسا آيات عباس، دعاء، نبأ، أحمد عماد، كلهم يقولون الشعب الشعب. صحيح، هو هذا اللي أريد أنا. نعم، الشعب يتقبل. زين، إحنا أكو قضية قبلها، إنه نتائج الانتخابات، أقول الانتخابات المعدة نتائجها سلفا، هم يتقبلها الشعب؟ شلون دكتور يعني؟ الانتخابات المعدة نتائجها سلفا يتقبلها الشعب؟ نعم، إذا كان هو اللي مشارك بها واضح هو يتقبلها. موسى هاشم شكرا لك. زيد عبد العظيم، منتهى، منتهى بلاسم، منتهى، تفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، إذا هو أصلا مشارك بالانتخابات شلون يتقبلها؟ لا لا، يعني شارك هو الشعب بالانتخابات. لا، هو انتخابات فعلا جاي يصير، أكو انتخابات، أكو صناديق اقتراع، أكو جمهور شارك. حساب نسبة المشاركة 50%، 40%، 75%، أكو مشاركة. هنا لازم يتقبل الشعب نتائج الانتخابات المعدة سلفين. لا طبعا دكتور، يعني هي تقول معدة سلفين، هي معدة نقول واحد من العناصر، احنا نقول واحد من العناصر الأساسية للديمقراطية هي الشرعية السياسية. الشرعية السياسية شنو؟ اكو استعداد لتقبل قرارات الدولة وحكومتها ومحاكمها رغم تعارضها مع الميول والمصالح الشخصية. صحيح دكتور، بس اكو عنصر ثاني، ان المفروض الانتخابات تكون مو معدة سلفا، تكون عادلة. احسنتي سيدتي الفاضلة، احسنتي، شكرا جزيلا لك. عفوا دكتور. نور ميثم، تفضلي. نعم دكتور، هو إذا هي الانتخابات صايرة بطريقة غير شرعية، شلون الشعب يعترف بشرعية الإجراء؟ يعني هي الانتخابات أصلاً صارت بطريقة غير شرعية ومعدة ومنظمة، ويعني بدون إرادة الشعب. يعني هو إذا اختار أو إذا ما اختار هو ما راح يفرق، لأنه هي كل أصوات رايحة لجهة معينة، فبالتالي الشعب مو إلا أنه يعني يلتزم بقراراتهم أو أنه يطيع اللي هما جاي يقولوا، لأنه هو أصلاً ما أجوا يعني عن طريق رغبات. يعني انت قصدك انه الاجراء الفعال هو بالاساس غلط، غير فعال، هذا اللي قصدي. نعم دكتور. نور شكرا جزيلا لك. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. اقدر اجاوب دكتور؟ لا، انا اختار الاسماء من يمي. شكرا جزيلا لك. حسين شفات، تفضل عزيزي. نعم دكتور، اللي احنا قلنا بالبدايه انه البنية الأساسية لكل للديمقراطية هن ذن الخمس ركائز، فإذا سقطت واحدة يسقطن البقية. يعني أحسن اللي هي فعالية الآليات سقطت، فسقطت الشرعية بعد. أحسنت، شكرا جزيلا لك. فعلا احنا عندنا خمس عناصر، واحدة ترتبط بالثانية. احنا لازم نتحدث عن شعب، لازم اكو ارض يسكنون عليها. هسه عرفنا شعب وسكنوا على الارض، بس هذه الارض لازم تكون حكم الشعب. اكو علاقه متبادله بين العنصر الاول والعنصر الثاني. بعدين اجينا انه مو بس لازم اكو ارض يعيشون، حتى نبني نظام ديمقراطي لازم يكون عندنا اليات لبناء النظام الديمقراطي اللي عبرنا عنها بالاستفتاء والانتخاب. وذولا يستلزمون اثنيناتهم، وجود شعب، وجود أرض يجرون عليها العملية الديمقراطية أو الإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات. وبعد هذه الإجراءات لازم تكون فعالة، يمكن من خلالها تغيير الحكومة. وقلنا أنه الانتخابات المعدة نتائجها سلفين، إعادة نفس النظام السياسي الحاكم، صعود نفس التيارات والأحزاب السياسية، ما تعبر عن فاعلية الإجراء. فبما أنه ما تعبر عن فاعلية الإجراء، هنا الشرعية السياسية هي استعداد لتقبل قرارات الدولة في حال أنه الإجراء فعال. أما أنه إذا الإجراء مو فعال بالبداية قبل لنوصل لهذا العنصر، هو أساساً
البنية الأساسية للعملية الديمقراطية تهدمت لأنه فقدت واحد من العناصر. فعندنا خمس عناصر هسه احنا. وصلنا للشرعية السياسية. الشرعية السياسية قلنا معناها استعداد لتقبل قرارات الدولة وحكومتها ومحاكمها رغم إمكانية تعارضها مع الميول والمصالح الشخصية. هاي الشرعية السياسية هي الاعتراف بالإجراء. انتبهتوا انه لازم اني اعترف اول مرة بالإجراء اللي معد وبعدين اتقبل نتائج. يعني ما يصير اتقبل نتائج قضية اني ما معترف بها اساسا وتجيبون جماعتكم وتزجون بيهم للمراكز الانتخابية وتطلعون نتائج وتقولون هي هاي النتائج اللي تخصنا. لا، الشعب لازم يعترف بالإجراء واللي تحدثنا عنه بفاعلية الإجراء وبعدين يلا يتقبل النتائج. الفكرة واضحة لهنا؟ أكو صوت؟ جيد، واضحة الفكرة. خمس عناصر، واحدة مرتبطة بالثانية. أي عنصر من هذه العناصر ينفقد تنهدم البنية الأساسية للعملية الديمقراطية، وبالتالي أي نظام ديمقراطي ما موجود به عنصر من هذه العناصر ما نقدر نقول عنه نظام ديمقراطي نهائيا. أنا أتمنى أنه هاي القضايا، هاي الصور اللي جاي نوضحها من خلال المحاضرة تصير واضحة عندكم حتى تعرفون أنتم شلون تتصرفون مستقبلا. واضحة؟ جيد. إذن بالنتيجة عندنا جماعة شعب وعندنا أرض دولة شرعية خاصة بالشعب وعندنا إجراء استفتاء أو انتخاب وعندنا هذا الإجراء لابد أن يكون فعال يمكن من خلال تغيير الحكومة وبعد وشرعية سياسية تخويل من قبل الشعب عن طريق الاعتراف بالإجراء وتقبل نتائج العملية الانتخابية. إذن كل هن الخمسة يكونن البنية الأساسية للنظام الديمقراطي. هسه احنا عرفنا البنية الأساسية للنظام الديمقراطي وعرفنا عناصرها وعرفنا طبيعة كل عنصر من العناصر وعرفنا العلاقات اللي تربط بيناتهم. بقش عندنا نشوف الركائز، المرتكزات الأساسية، المبادئ الأساسية التي تبنى عليها البنية الأساسية للنظام الديمقراطي. نجي هسه إلى ركائز الديمقراطية. أولاً ركيزة الحرية، طبعاً يعتبروها من أهم ركائز في العملية الديمقراطية ويعرفوها أو يوضحوها بأنها تتعلق بتطلع الفرد والجماعة إلى الحياة الحرة. كل إنسان يريد يعيش حياة حرة كريمة. الحرية يميز الفلاسفة بين نوعين من أنواعها، الأول هو حرية الإرادة والثاني هو حرية خارجية. شنو المقصود بحرية الإرادة؟ أحمد محمد تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، حرية الإرادة يعني شخص بينه وبين نفسه يميز بين الصح والخطأ، يعني شخص بين شيئين، يعني بدون إملاءات خارجية. أي نعم. ايه، وهاي شي يسموها من اودع الهيام، منو خلال الهيام، منو قال يعني هاي بعقله موجوده اراده الانسان اعلى شيء تكون. اي، منو خلال هي هاي القضيه؟ يعني هي فطريه، يعني فطريه، اي خالق خلاها للانسان اعلى شيء للانسان، الله سبحانه وتعالى اودعها في الانسان. ايوه، اقل شيء يكون للطفل وللمجنون يقدر يميز بين الصح والخطا. جيد، شكرا جزيلا عزيزي احمد. دور الحسن جاسم. حرية الإرادة نقدر نقول عليه إنه الشخص يقدر يختار أي شيء من ذات نفسه من دون أي إملاء خارجي عليه ومن دون أي إجبار. إذن هي حرية نعبر دورات عنها بالضمير، نعبر دورات عنها بالعقل، يعني تعبيرات، بس هي تعبر كلها هاي مصطلحات للتعبير عن حرية الإرادة. هذا وتكون غريزية. وتكون غريزية. جيد، شكرا جزيلا لك. شنو المقصود بالحرية الخارجية؟ ملاك فائز. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، حرية الإرادة قلنا أنه هي اللي بداخل الإنسان اللي هي هاي غريزي، عرفناها، أما زملائك وضحوها، مشكورة. الخارجية اللي هي خارجية شنو؟ تصرفاته. التصرفاته هو حر بالتصرفات أو بالأسلوب التعامل، الاختيار، هاي الحرية الخارجية. هو شنو المقصود بالحرية الخارجية قبل لا هو يحر في التعامل معاها؟ اللي هي يعني شلون تصرفات مكتسبة اللي هي مو من غريزة الإنسان. هو هذه عرفناها هسه، حرية الإرادة هي اللي موجودة بداخل الإنسان، لا لا، بس الحرية الخارجية مو الخارجية اللي شنو بداخل، المقصود بها اللي حرية مو خارجية؟ بداخل الإنسان، اللي مو من غريزة الإنسان، أي ليش اللي يصحوا مو لها حرية خارجية؟ يعني هي مو بالأصل من عنده، يكتسبها من الخارج، من الأشخاص المحيطين به يعني. زين، يكتسبها من الخارج وهاي هم حرية. أي. شكرا جزيلا لك. أشيل حبيب حمود، تفضل تفضل. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. يعني الحرية الخارجية أي شيء ما متعلق بيه، يعني مو هو يعني من ذاته إنه يقدر يتخذ هذا الشيء. يعني مثل ما جاوبت زميلتك ملاك إنه هي من خارج الإنسان. يعني شلون القرارات اللي تفرضها عليه الدولة أو الخارج المحيط يعني؟ القرارات اللي تفرضها عليه الدولة. شكرا جزيلا لك. تبارك عبد، تفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، الحرية الخارجية يقصد بها هي الظروف اللي تأثر على الإنسان بحيث يختار شيء معين، يعني مثلا حرية الدين، حرية السياسة، أي حرية بهذا المنطوق، يعني خارجة من يعني من تأثير مجتمع. يعني الإنسان هنا ما إلى دخل باختيارها. لا، هاي من خلال تأثير مجتمع عليه، بينما حرية الإرادة هي حرية تنبع من داخل الإنسان. هسه الإنسان ما إلى دخل باختيارها، أو ما عنده قدرة على اختيارها، شلون؟ ليش يصحوا له حرية خارجية؟ افتهمنا حرية خارجية من خارج الذات الإنسانية. لا دكتور، يقصد بها انه هي حرية خارجية، هو يقدر يختارها، بس شنو هاي يعني من الظروف الخارجية اللي أثرت على يعني عليه بحيث غيرت طريقة تفكيره انه يسلك هذا السلوك. تبارك عبد، شكرا جزيلا لك. علي كامل جبر، تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، الحرية الخارجية هي اللي تفرض من قبل الدولة أو ولي الأمر أو رئيس الوزراء، بس هاي هي وفق هاي نطاق. الإنسان دقيقة يا معود، أوقف أبو المروة لسوي لنا طلاب، أوقف. علي كامل جبر، مو صحيح؟ نعم دكتور. بس ذول اللي يفرضون الحرية الخارجية على الإنسان؟ بعدين لا، شلون مثلا يكون وافقت؟ مثلا بس دقيقة، انت شلون وافقت بين الفرض وبين الحرية؟ شلون جبتهم وجمعتهم اثنيناتهم؟ احنا جايين نتحدث عن حرية، شلون تقول هاي فرض؟ لا هي دكتور، الحرية مثل بلي ما سمعتك علي كامل. الحرية التي تكون هذا الشخص مثلا يتبع مثلا الأعلى أو أي شيء. عزيزي علي، شكرا جزيلا لك. لهنا أنا راح أكتفي. خلينا نشوف حرية الإرادة شنو المقصود بها، والحرية الخارجية شنو المقصود بها. بس مايكاتكم غلقوها، مايكاتكم غلقوها. مايكاتكم غلقوها، جيد. حرية الإرادة هي اللي تنبع من ذات الإنسان، مثل ما جاوبوا زملائكم بالشات، أو مثل ما جاوبوا زملائكم عن طريق
المايك هي اللي تنبع من ذات الإنسان، اللي للإنسان السلطة في اختيار الحق أو الباطل. مشكلة أخلاقية أثاروها بعض فلاسفة الأخلاق، إنه هذا الشر اللي موجود بالعالم هو من وضع إله خارجي أو من داخل الإنسان. الحقيقة الفلاسفة المسلمين قدموا لنا مفهوم، مو بس المسلمين، كل الفلاسفة اللي هم ضمن مجال علم اللاهوت قدموا لنا مفهوم حرية الإرادة. قالوا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأودع في داخله الضمير اللي يميز به، أو العقل اللي يميز به بين الحق وبين الباطل، والعالم الخارجي عالم مليء بالقضايا اللي هي تخص الشر والقضايا اللي تخص الخير، والإنسان عنده القدرة على التمييز، وبالتالي أي شيء يختاره من بين الخيارين هي راح تكون خياراته وليست خيارات الإله الخالق. هاي حرية الإرادة. هذه يقولون على درجات بالإنسان البالغ العاقل، هي أعلى درجة، وبعدين تجي عند الطفل أقل، وبعدين عند المجنون أقل بكثير. أما حرية الخارجية، الحرية الخارجية اللي هي موضوعها خارج عن الذات الإنسانية، موضوعات خارجية مثل ما جاوبوا زملائكم مشكورين. وهاي قضية اللي هي مثل حرية الفكر والدين، الحرية المدنية والسياسية، الحرية الجسدية الصناعية والتجارية، هذه كلها موضوعات خارج الذات الإنسانية. هو مو للذات الإنسانية القدرة على الاختيار بين أنه يختار الحرية الفكرية والدينية، لا، هي موضوعات مفروضة من خارج، لكن للإنسان حر في تقبلها أو عدم تقبلها. هذه الحرية الخارجية هذه بها قضية كلش مهمة لازم تنتبهوا لها. هذه تتعلق المفروض بمدى توافقها مع قوانين الدولة أولا. يعني احنا مو نجيب مثلا على سبيل المثال في دولة مسلمة، مثلا دولة غالبيتهم مسلمين، ونجي نريد نفرض عليهم ديانة يهودية، أو نروح لليهود كلهم يهود ونجي نريد نفرض ونقول والله احنا حرية دينية. مو هيك القضية. القضية انه هذه القضايا اللي هي من خارج لازم تتوافق اولا مع قوانين الدولة، كل ما تتعارض مع قوانين الدولة، اثنين ما تتعارض مع الآداب العامة، تتوافق ويا الآداب العامة. مو شخص والله اليوم يلبس لنا فزي بالشارع على سبيل المثال ما يتوافق مع الأزياء اللي متعارف عليها بالمجتمع، هاي آداب عامة يصيحوها. مو شخص يتصرف بسلوكيات معينة قد تتوافق في دولة من الدول وتعتبر من ضمن الآداب العامة في دولة من الدول، بس عندنا أو في دولة أخرى ما تعتبر من الآداب العامة، ويجي يقول والله هي هاي حرية. لا، هاي الحرية كنت تتوافق مع قرارات الدولة وتتوافق مع الآداب العامة. هسا عرفنا الحرية تتعلق بتطلع الفرد والجماعة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وقلنا أكو حرية خارجية وحرية الإرادة، وقلنا هذني على درجات حرية الإرادة، وافتهمنا أنه الحرية الخارجية لازم تتوافق مع قرارات الدولة والآداب العامة. دكتور العفو، ممكن جواب قصير على بدي تفضل. يعني نقدر نلخص ونقول أنه الأولى حريتها تكون غير محدودة، والثانية تكون حريتها محدودة. هي الحرية بكل الأحوال محدودة. شلون مثلا؟ لا يعني الحرية. أنت شو اسمك؟ يعني شو اسمك؟ مرتضى محمود شاكر. مرتضى محمود شاكر شنو؟ نعم. شاكر شنو؟ شاكر نعمة. نعمة. جاي سجل اسمي. أنت اسمك مرتضى. جاوبوا. واسمك بالاساس انت ما كنت حر باختياره. ليش؟ ايه مثلا ايه تمام، بس يعني هي الحريه بالاساس هي حريه اسمها حريه، لكن واقعا هي محدوده.
مو بس يعني محدودة. من جاوب علي كامل جبر، من قال أكو فرض وأكو حرية، فعلا هو القضية مو حرية، هي قضية فرض. زين، احنا مو قلنا ما يصير الجمع بين كلمة الحرية والفرض؟ نعم، بس احنا نسمي الفرض حرية حتى نعطيه شرعية. يعني بعض الأمور ممكن تكون بها الحرية غير محدودة واسعة، وممكن تكون محدودة ومفروضة. مثل ايش؟ حسب الحالة. يعني مثلا الآراء السياسية، أو مثلا واحد يحب يرسم أو يغني، فيكون مكان عام يعني ما يقدر يطبق هالشيء، تكون حريته محدودة لأن يأثر على البقية. أما إذا كان وحده مثلا فتكون حريته مفتوحة واسعة. هذا هنا هسه اكو موضوع ثاني، هو الصراع بين الشعور واللا شعور، وقضية انه الانسان فعلا، هسه احنا مو قلنا الانسان البالغ العاقل والطفل والمجنون، ما اريد اتوسع لكم بهاي القضايا، بس احنا مو قلنا الانسان البالغ العاقل والطفل وبعدين المجنون. حقيقة اكو جماعة مثل ميشيل فوغو قال انه هو الانسان البالغ العاقل بحد ذاته هو مجنون، والمجنون هو اكثر عقلا من الانسان البالغ، وهاي في كتابه والله نسيت اسم الكتاب. المهم هذه قضية ما أريد نتناقش بها لأن دخلنا بقية أخرى، فخلينا نكمل موضوعنا. الإنسان حر، حر هو حر، حر مطلق لا، هو كله يعيش في قيود معينة، حتى حرية الإرادة عفوا هي عبارة عن قيد. شكرا جزيلا لك عزيزي مرتضى محمود. شكرا. شكرا دكتور. أهم أنواع الحريات، أهم أنواع الحريات اللي يمارسها البشر واللي يسعى إلى ممارستها هي الحرية الدينية. والقرآن الكريم أشار إلى حرية الإنسان في اعتناق الأديان دون إكراه أو التزام بعقيدة معينة في داخل الأراضي الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عندي سؤال هنا راح اسأله واريدكم بعدين تجاوبوني عنه عن طريق تقارير تعد. هو سجلوا السؤال يمكم، صارت تقارير يا ولد. سؤال سجلوه يمكم، لماذا يناضل البشر من اجل الحصول على الحرية الدينية؟ أعيد السؤال، أكو صوت؟ طلاب أكو صوت؟ نعم دكتور. أي دكتور أكو صوت؟ أكو صوت. سؤال أريدكم تجاوبون عليه بعدين بتقارير، كل واحد يكتب لي تقرير عن صفحة واحدة فقط. لماذا يناضل البشر من أجل الحصول على الحرية الدينية؟ البشر دائما تلقاهم أكثر حرية يحاولون الحصول عليها هي الحرية الدينية، مو بس يحصلون عليها، يحموها ومستعدين أنه يفدون أنفسهم في سبيل الحصول أو حمايتها. ليش؟ ليش البشر يوصلون إلى مرحلة النضال من أجل الحصول على الحرية الدينية؟ مو هسا تجاوبوني، تكتبون تقارير، كل واحد يكتب لي تقرير من صفحة واحدة ويرفق لي بيها المصادر اللي اعتمد عليها بالإجابة، وبعدين تسلمون تقاريركم. بلي. الحرية الدينية يقصد حرية اختيار الدين أو حرية إجراء تصرفات في دين معين يعني؟ أنت حر باختيار دينك، أنت اختاريت، ليش تناضل؟ أنت ليش تناضل من أجل هذه الحرية؟ هسه حرية اختيار دين أو حرية الحماية أو الحفاظ على دين معين؟ هي هم حرية. تمام. دكتور بس سؤال. بلي تفضل. دكتور المصادر يعني عادي من الإنترنت لو مصادر تجي مصدر؟ مصادر عادي من الإنترنت، بس تخلوا لي اللينك مال المصدر. ما عندي مشكلة. إيه. ما عندي مشكلة. ماشي دكتور. كوثر عزيزتي لا تجاوبوني عن هذا الموضوع هسه، اريدكم تكتبوا لي بالمصادر، كل واحد يكتب لي رايه الشخصي انه هو
ليش يناضل البشر، ويشوف ليش البشر يناضلون من أجل الحصول على الحرية الدينية، شنو الأسباب اللي تخلي البشر يناضلون من أجل الحصول على الحرية الدينية. تكتبوها التقارير. عليكم السلام ورحمة الله. وتسلمون التقارير لممثليكم وبعدين يسلموني يعني. يعني نعطين للممثل التقارير دكتور؟ أي تطوها للممثل. لكم أسبوعين لتسليم التقارير. أسبوعين لتسليم التقارير. شكرا جزيلا. بعدنا بالحرية. الحرية بعض الأحيان يقولون هي مجرد غياب تدخل الدولة. احنا قلنا الحرية هي تتعلق بالقوانين والآداب العامة، مدى توافقها مع قوانين الدولة أو توافقها مع الآداب العامة. لكن أكو جماعة يقولون الحرية لا، هي مجرد غياب تدخل الدولة. إذا غاب تدخل الدولة، إذا الدولة ما تدخلت في فرض قوانين معينة، إحنا نقدر نسمي نفسنا أحرار. لكنه إذا تدخلت الدولة في فرض هذه القوانين، ما نقدر نسمي نفسنا أحرار، وبالتالي تفتقد الحرية لصفتها. هذا المفهوم قالوا هو مفهوم سلبي للحرية. لا، شنو المفهوم الإيجابي؟ المفهوم الإيجابي للحرية هو إتاحة الفرصة أمام المواطنين للسعي من أجل تحقيق سعادتهم. والسعادة هنا قسموها إلى قسمين، قالوا سعادة تخص منفعة شخصية مثل جون ستيوارت ميل، وسعادة اللي تخص الخير الأقصى منفعة المجتمع مثل أفلاطون وسقراط وأرسطو. هذا المرتكز الأول للحرية. بعدنا ما خلصنا بالديمقراطية. وين تشتغل الحرية؟ الديمقراطية تطلق الحريات بجميع أشكالها وأنواعها، بس وين؟ خاصة في مجال حرية الترشيح والتصويت. الترشيح والتصويت دون ضغط أو إكراه أو إرشاد أو توجيه. هذه خلوها ببالكم. الترشيح والتصويت تردون تصيرون أحرار في النظام الديمقراطي، أنه هذا الترشيح والتصويت دون ضغط أو إكراه أو إرشاد أو توجيه. بعد حرية القيام بالحملات الانتخابية، حرية تأليف الأحزاب السياسية وتقديم المرشحين للانتخابات العامة، حرية المعارضة السياسية في أن تقوم بالترويج لأفكارها السياسية وبرامجها الوطنية، حرية المواطنين في إنشاء جماعات المصالح والمنظمات غير الحكومية، حرية التعبير والإبداع والتأليف.